السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. محمد مناف The 5-0 Coach. الفيديو الأخير، أول شيء اعتذرت منكم لأنه تأخرت بالفيديوهات، كنت عم بنقل بيتي، نقلت، هلأ أنا بالبيت الجديد، بورجيكم البيت الجديد إن شاء الله فيديو تاني، بس هلأ يعني شوي صغيرة لسه مكركب. آخر فيديو حطيته أنا تكلمت فيه عن ليش إنه ما بيصير تساوي العضلات الضعيفة، تمرن العضلات الضعيفة بشكل يومي، تمام؟ العضلات بشكل عام محتاجة وقت تعمل ريكفري، تعمل استشفاء عشان تكبر وتضخم، أوكي؟ فحكيت أنا بالبوست الماضي إنه ليش أنت محتاج إنك تريح العضلات وخصوصاً ضعيفة عشان تقدر تعمل ريكافري عشان تستفاد من التمرين، أوكي؟ ولكن أجا سؤال من أحد الأصدقاء، الأخ جواد، عم يسأل هون على يوتيوب على موضوع عضلة السواعد، هل يا ترى بتقدر تمرن عضلة السواعد بشكل يومي؟ فأنا شايف إنه الموضوع شوي متعلق بالفيديو الماضي، وهو بدي احكي فيه العضلات اللي بتقدر تمرنها بشكل يومي. في عضلات يا جماعة بنقدر تمرنها بشكل يومي ما محتاجة نفس وقت الريكفري، لان عضلات صغيرة. بدي اقول لك اياها، اذا انت حاسس انه عندك هالعضلات هاي ضعيفة وبدها شغل وممكن تتحسن اكثر، فممكن تمرن هالعضلات هاي بشكل يومي، تمام؟ هي عبارة عن 4 عضلات: عضلات المعدة والوسط، عضلات السواعد، عضلات الترابز المثلثات، وعضلات البطات الكافز او السمانه، اوكي؟ هالعضلات الاربعه هي، هالاربع مجموعات العضليه، الكافز، ترابس، سواعد، والبطن الوسط، هالعضلات هي عباره عن عضلات صغيره ممكن تمرنها بشكل يومي. هل انت محتاج تمرنها بشكل يومي؟ على الاغلب لا. ليش لا؟ لانه حتى انت لو مرنت هالعضلات هي بشكل يوم اي يوم لا، انت ستيل حتعمل نتيجة حلوة بدون ما ترهق حالك. انسى موضوع العضلة نفسها، العضلة نفسها صغيرة، هلا بحكي لك، العضلة نفسها صغيرة بتعمل ريكفري بسرعة، مو مشكلة، تمام؟ ولكن انت بتكون عم تتعب جسمك اذا شغلت العضلات بشكل يومي هي، اوكي؟ انا بقترح عليك اذا انت شايف واحدة من هالعضلات هي عندك ضعيفة، ان كان سواعد او البطن الوسط بشكل عام، او البطات او المثلثات الترابز، اذا شايفون عندك هالعضلات ضعاف واقل عن الحجم العادي لباقي جسمك، ممكن تمرنهم بشكل شبه يومي، يعني ممكن تساوي يومين ويوم اوف، او ممكن تساوي يوم اي يوم لا، تمام؟ هذا الاسلوب انا بشوفه افيد من انك تتمرن بشكل يومي، بغض النظر عن الريكفري تبع العضلات نفسها. انت جسمك النيرفس سيستم تبعك محتاج شويه راحه، اوكي؟ هي شغله. ليش العضلات الصغيرة ممكن تعمل هالعضلات هاي اللي حكيت عنها ممكن تعمل ريكفري؟ لأنها عضلات صغيرة. طيب شو بيفرق موضوع إنه عضلات صغيرة؟ الجسم يا جماعة بيفرز مادتين أساسيتين، هرمونين أساسيين في أجسامنا، هو تستوسترون وغروث هرمون HGH، هيومن غروث هرمون وتستوسترون. هالهرمونين هدول أساسيين في بناء العضلات. الـ HGH بيعمل شيء اسمه هايبربلاجيا، يعني بيكتر الخلايا العضلية، بيزيد من عدد الخلايا العضلية. التستوسترون بيعمل شيء بجسمنا اسمه هايبرتروفي، هو بناء حجم أضخم للخلايا العضلية الموجودة عندك، أوكي؟ فإذا هالهرمونين هدول، المسؤول عن هايبربلاجيا هو HGH، المسؤول عن هايبرتروفي هو التستوسترون. هالهرمونين هدول مع بعضهم مسؤولين عن الضخامة بشكل عام بالجسم، أوكي؟ فأنت وقت اللي جسمك تكون ممرن عضلة كبيرة مثل الرجلين أو الظهر أو إلى آخره، أنت جسمك رح يفرز كمية هرمون أكثر من هالهرمونات هدول الاثنين، رح يفرز كميات أكبر عشان يعمل ريكفري. فكل ما كانت العضلة أكبر، كل ما كان إفراز الجسم أكثر، كل ما جسم محتاج وقت أطول لبين ما يعمل ريكفري. يعني أنت هلا بتروح تتمرن تمارين رجلين كتير 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 صعب، مستحيل تماماً، مستحيل مما كنت تكون تقدر تروح تتمرن رجلين بنفس الشدة، مستحيل. بدك على الأقل 3 أو 4 أيام ترتاح لبين ما تقدر تروح وتتمرن تمرين تاني رجلين بنفس القوة، أوكي؟ ليش؟ بسبب عدم الوقت ما نكافي ليعمل ريكفري. أما العضلات اللي حكيت عنها عضلات صغيرة، المثلثات عضلة صغيرة، هي عضلة مثلثات هون، هي السواعد يا جماعة هدول هني عضلات صغيرة بالنسبة لباقي الجسم. الوسط عضلات صغيرة رقيقة كتير، أوكي يمكن حجمها منه كتير صغير، والمساحة اللي ما خدتها منه كتير صغيرة، ولكن السماكة العضلية تبع عضلات المعدة مقارنة بغير عضلات هي عضلات صغيرة ممكن تمرنها بشكل يومي أو شبه يومي. البطات كمان مقارنة بالفخذ أو بالرجلين أو بغيره تعتبر عضلات صغيرة. فأنت العضلات الصغيرة جسمك محتاج وقت أقل وجهد أقل عشان يعمل لها استشفاء. فأنت ممكن إذا محتاج تمرن هالعضلات بشكل يومي أو شبه يومي، ممكن هالعضلات هاي الأربعة اللي ذكرتها تمرنها
اذا محتاج. ممكن افضل يعني مثال جيب لك اياه، الموضوع اتوقع واضح كثير وما بده شرح، ولكن الناس اللي ما عرفت لسه ممكن مثال بسيط انا هلا فكرت فيه قبل الفيديو، هو عباره عن انه قاعد انت تخيل قاعد بيت كبير، اوكي، وعندك غرفه صغيره وعندك غرفه كبيره، اولادك بدهم يلعبوا، فانت اسهل عليك انك تروح تقول لهم للاولاد فوتوا على الغرفه الصغيره العبوا هنيك كركبوا الدنيا خبصوا الدنيا، لانه الغرفه بشكل عام ما دام صغيره راح يكون ترتيبها عليك انت، لانه على الاغلب انت اللي راح تسويها، راح يكون ترتيب الغرفه عليك اسهل ما انك تقعد تشتغل بالغرفه الكبيره. الغرفة الكبيرة الحجم الأكبر فيها تلفزيونات فيها كراسي فيها طاولات فيها مدري شو رح تقعد تشتغل فيها ساعتين. الغرفة الصغيرة خصوصي إذا ما فيها شيء كتير فيها لو كان نفس الأغراض ولكن استيعاب الغرفة رح يكون أقل، تمام؟ فأنت كمية الشغل يلي رح تعمله عشان تصلح الدمار الشامل يلي عملوه لدك بعد اللعب رح يكون أقل، تمام؟ يعني أنا ما بعرف والله إذا عم المثال مزبوط، ولكن هذا اللي قدرت فكر فيه قبل الفيديو على السريع. اوكي يا جماعة، بتوقع انه الفيديو شرح الفكرة، بتوقع انه الفكرة اساسا سهلة كتير. العضلات الصغيرة محتاجة وقت ريكفري اقل وبتقدر تمرنها بشكل شبه يومي، وان شاء الله ما تحتاج تمرنها بشكل يومي. مشكورين على المتابعة وبالتوفيق.